شو يا بداي؟ شاورت حالك؟ تعرف شو بيقول لك المثل؟ عجزة بيقول لك اللي بيخفف قاله يتعب رجليه. شو قصدك؟ قصدي اني من امبارح قلت لك ما رح اعطيك ولا متليك واحد. فإذا كنت حابب تعمل طوشة كنت تعملها امبارح لك بضاي. ليش لا تعذب حالك وتروح تجي وتعذب لنا هالقامة الحلوة؟ ايوه عجبتني النغمة قصة. شو بوطيب؟ اسمعوا يا جماعة وين دامكم؟ هذا الزلمة ضحى بدماته لأنه ما رضي يدفع اللي عليه ويا بروحي يا بروحه. على نصر طول لي بالك طول بالك يا بضاي طول بالك. شو شايفك خبر؟ رجع رجع شبريتك لمطرحها واسمع لي هالكلمتين قدام الخلايق. خلينا نشوف مين زده اقوى. انا لما انت شو رايك؟ واذا انا خسرت الك علي من هالشوارب تاخذ اللي بدك اياه، بس اذا انا ربحتها بدك تقفل هي السيره على الخالص على الخالص وما عاد تسمعني صوتي. شو قلت؟ أنا بكاسترو معلمي. شو يا بضاي؟ شايفك سكتت؟ مشي لنشوف مين سنتو هوا. تعرفوا روح له عمي قاسم روح له. روح ارجل ابو ضاي بحارات الشام كلها ما حدا بيطلع معه. يلا عمي قاسم هي معلمي شد الله وكيلك. اذا لك علي خمس اشات ببلاش وطهور أول ولد بيجي من العيلة على الخارج. شو بضاي؟ ساطع على اتفانا؟ هسه هيك؟ يلا يا